بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، تحية طيبة أقدمها لكم مع حصة جديدة من حصص التاريخ. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الدرس اللي بدأناه الحصة اللي فاتت، اللي كان بيتكلم على أسس الحضارة الإسلامية وخصائص الحضارة الإسلامية. هنشوف مع بعض كده سريعا عشان نفتكر الدرس بتاعنا بسرعة. طبعا الحضارة الإسلامية تعتبر من أهم الحضارات اللي نشأت. ليه؟ لأنها تتميز بخصائص خاصة بيها بتميزها عن بقية الحضارات. لو جينا نشوف الحضارة الإسلامية بتقوم على مجموعة من الأسس اتكلمنا عنها، قلنا بتقوم على أساس الدين الإسلامي ومكارم الأخلاق، وإن فيها شعوب كتيرة انضمت تحت جناح الدولة الإسلامية، فساهم كل شعب من هذه الشعوب ساهم بجزء من الحضارة. كذلك الحضارة الإسلامية تتميز وتعتمد كأساس ثالث على الانفتاح على الثقافات الأخرى. بعد كده اتكلمنا على الخصائص بتاعت الحضارة الإسلامية، وقلنا إن هي تتميز بالعالمية والتنوع والشمول والواقعية والأخلاقية والوسطية. بعد كده اتكلمنا على عناصر النظام السياسي والإداري في الدولة الإسلامية، كنا شرحنا مع بعض نظام الخلافة ونظام الوزارة ونظام الإمارة. باختصار شديد جدا، الخلافة تبقوا لازم أنتم تكونوا عارفين إن الخلافة الإسلامية يعتبر ده النظام الوحيد اللي يعتبر مستحدث في الدولة الإسلامية، يعني محدش قبل كده من الحضارات اللي قبل كده أو اللي بعد كده عمل نظام الخلافة غير المسلمين فقط. واتكلمنا على إن الخلافة دي كان بيختاروا الخليفة يا إما عن طريق الاختيار أو بنسميها الشورى، وده كان في عهد الراشدين. بعد كده في عهد الأمويين أصبح يقوم على التعيين، يعني نظام وراثي. بعد كده اتكلمنا على مهام الخليفة، حفظ الدين وتعيين الولاة وحماية الدولة في الداخل والخارج ومباشرة مهام الدولة بنفسه. العلاقة بين الخليفة والشعب كانت بتقوم على المشاركة والرحمة وقبول النصيحة. شفنا بعد كده منصب الوزارة، وقلنا إن كان معروف منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن معروفا بنفس لفظ كلمة وزير. بعد كده عرفنا إن منصب الوزير عرف في عهد الدولة العباسية، وخصوصا بعد التوسع في الدولة الإسلامية. اتكلمنا على منصب الوالي، وعرفنا إن منصب الوالي ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وظيفته كانت تعتمد على الناحية الدينية والاقتصادية. بعد كده شفنا إن منصب الوالي تعدد وظيفته، من يعني عارفين يا شباب لو انتوا رحتوا الحصه اللي فاتت هتلاقوها مشروحه بالتفصيل، ان مهام الوالي تعتبر شبيهه كل الشبه بمهام الخليفه بالظبط. راح مع بعض حصتنا النهارده هنبدا بنظام او عنصر جديد من عناصر نظام الدوله الاسلاميه، وهي الدواوين. بالنسبه للدواوين، اول حاجه لازم ابقى عارف الديوان ده معناه ايه وظهر امتى. الديوان ده او الدواوين نشات في عهد الخليفه عمر بن الخطاب، نشأ علشان ينظم شؤون الدولة. طيب معنى كلمة ديوان؟ كلمة ديوان كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر، والكلمة دي لها مضمون كبير جدا أو واسع في اللغة العربية. فأنا هاجي أبص ألاقيه هو عامل زي بالظبط الجهاز الإداري اللي موجود عندنا في الدولة بتاعتنا حاليا، الجهاز الإداري اللي هي الوزارات والنظام الإداري كله، الهيكل الإداري كله. طيب لما أجي أشوف هو نظام الدواوين ده، لو أنا عايز أعرف نظام الدواوين ده مين اللي أنشأه؟ قلنا الخليفة عمر بن الخطاب. طيب ليه؟ إيه السبب؟ لأن الدولة كانت محتاجة إلى مراقبة أعمال العمال والولاة، وفي نفس الوقت محتاجة تنظم الجيش وتعرف كل تفاصيله الخاصة بالأفراد بتوع الجيش. الدولة الإسلامية اتسعت جدا، فبالتالي بقى في كثرة في الأموال اللي جت تدخل الدولة الإسلامية، فمحتاجين جهاز ينظم كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، يراقب أعمال العمال والولاة وينظم الجيش، الأموال اللي جاية لنا نشوف هننفقها ازاي وننفقها على ايه نتيجة اتساع الدولة الإسلامية. عشان كده نشأت الدواوين وأصبح لها أنواع كثيرة جدا. تعال نشوف كده أهم هذه الدواوين، وكل ديوان
وأهميته أو وظيفته. أول حاجة عندي ديوان اسمه ديوان الرسائل أو الإنشاء، وده بيشرف على الرسائل اللي جاية من الولايات للخليفة أو خارجة من الخليفة رايحة للعمال بتوعه في الأمصار اللي هم الولاية يعني ده بالنسبة لديوان الرسائل، بيبعت رسائل وتعليمات الخليفة للولاة وبيجيله من الولايات الرسائل علشان يبقى عارف كل حاجة عن هذه الولايات. طيب ديوان زي ديوان البريد والاتصالات، ديوان البريد والاتصالات دي كانت مهمته تأمين طرق مواصلات البريد. ديوان البريد ده هو اللي بيأمن وصول البريد بتاع الخليفة بتاع الولايات كله، كل أنواع البريد هو ده اللي بيأمنه، بيعمل على إن هو يضمن نقل المعلومات والأخبار من مكان لآخر في الدولة. العمل على ضمان نقل المعلومات والأخبار من مكان لآخر في الدولة، يبقى هي وظيفته تأمينية، وظيفته أمنية أو تأمينية. طيب ديوان زي ديوان العطاء أو الجند، من اسمه كده حتى ديوان العطاء، ده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأه، كانت مهمته إن هو يحصي الجند ويحدد الرواتب والمواعيد اللي هيصرف فيها هذه الرواتب، ده ديوان العطاء من اسمه أو الجند. ديوان زي ديوان الخراج، وده برضو الخليفة عمر بن الخطاب هو اللي أنشأه. هو أنا ليه بقول الخليفة عمر بن الخطاب عند دواوين معينة بقول هو اللي أنشأه؟ لأن في عندي أول ما الدواوين تم إدخالها في الدولة الإسلامية تمت على إيد سيدنا عمر. هل هو كل الدواوين بكل الأسماء اللي إحنا هناخدها دي الخليفة عمر هو اللي أدخلها؟ لا، هو من أول من أدخل نظام الدواوين نفسه اللي هي الوزارات هو سيدنا عمر. من أهم الدواوين اللي سيدنا عمر أنشأها كان ديوان العطاء أو الجند وديوان الخراب. بعد كده هنشوف بقى بقية الدواوين اللي إحنا شرحناها واللي لسه هنشرحها دي ظهرت بعد كده في الدولة الأموية وإنت إيه؟ وإنت رايح كده من دولة أموية لدولة عباسية، يعني حاجات مستجدة عن عصر الخلفاء الراشدين. طيب إحنا كنا وصلنا عند ديوان الخراب. الديوان الخراج ده لتنظيم ايه بقى؟ امور ايه بقى الخراج؟ ده بيتولى تنظيم الخراج في اقاليم الدوله من المشرق والمغرب، يعني مرتبط بالاوضاع الاقتصاديه او بالامور الماديه. الخراج اللي هي اولاد بتبقى زي ضريبه بياخدوها من الارض الزراعيه، فده يبقى اذا مرتبط بالناحيه الاقتصاديه للدوله او بالناحيه الماديه. طيب ديوان الخاتم، الديوان الخاتم ده معاوية بن أبي سفيان هو اللي أنشأه علشان يختم الرسائل بالشمع علشان يمنع تزويرها أو حد يعدل فيها، يبقى هنا لضمان سرية الرسائل وإن هي تبقى حدش يلعب فيها. يبقى أنا عندي دلوقتي بالنسبة للدواوين هنيجي نبص نلاقي كل هذه الدواوين أو أنواع هذه الدواوين، هنقول إن هي ظهرت الدواوين في عهد الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وقلنا على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، يعني ممكن نحول الحتة دي لسؤال غير مباشر شوية ونقول إيه؟ إن هناك علاقة ارتباطية بين إنشاء الدواوين في الدولة الإسلامية وفترة حكم الخليفة الراشد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، هناك علاقة ارتباطية بين إنشاء الدواوين في الدولة الإسلامية وفترة حكم الخليفة الراشد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. طبعا هو هنا بيتكلم على الخليفة عمر بن الخطاب، وطبعا ده الخليفة رقم 2 بعد سيدنا أبو بكر الصديق. ده بالنسبة لنظام الدواوين يا شباب. طيب ندخل في خامس حاجة وهو نظام القضاء، أو تاني حاجة بالنسبة لحصتنا النهاردة، وهي خامس حاجة بالنسبة لعناصر النظام السياسي في الدولة الإسلامية، القضاء. القضاء هو ملجأ الناس للحصول على حقوقهم والانتصاف ممن ظلمهم واعتدى عليهم. طيب ده القضاء، يعني إذن احتل القضاء مكانة كبيرة في الدولة الإسلامية، يعد من أهم المناصب التابعة للخلافة، تابعة للخلافة، تمام؟ طيب هل كان هناك قاضي أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قاضي في الإسلام، هو اللي كان بيفصل في الخصومات بين الناس. وطبعا هنا الأصل في الفصل ده أو في القضاء يعني القرآن والسنة، يبقى كانوا بيفصلوا بين الناس في القضاء بالقرآن وإيه؟ بالقرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلد أحد الصحابة منصب القضاء وصاه بالعدل والاحتكام لشرع الله اللي هو القرآن والسنة، طبعا هنا عشان يضمن عدالة
الأحكام. بعد كده هنلاقي منصب القضاء تغير في الدولة الإسلامية، ظهر منصب جديد وهو قاضي القضاء. قاضي القضاء، يبقى أنا عندي في عصر الراشدين وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كان منصب القاضي اللي بيفصل بين الناس، أما في عهد الدولة العباسية ظهر لي منصب جديد اسمه قاضي القضاء. قاضي القضاة كان من سلطاته تعيين القضاة وعزلهم ومراجعة أعمالهم وأحكامهم، يعني هو زي رئيس على القاضي، ده بالنسبة لمنصب قاضي القضاة. طيب هل هناك شروط لاختيار القاضي ولا أي حد كده قريب الخليفة أو صاحب الخليفة يعينه قاضي؟ لا، لازم القاضي يختير على أساس مجموعة من الشروط، هي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والعدل والعلم بآيات الأحكام، الحكمة، التحلي بمكارم الأخلاق، سلامة الحواس. دي الصفات أو الشروط التي يجب أن تتوفر في منصب القضاء. طيب هنا طبعا لما أجي أشوف الشروط دي كلها هلاقيها كلها بتنصب على ان القاضي حقق العدل، وخصوصا يا شباب ان احنا قلنا ان بيحتكمهم على الكتاب والسنة، يعني طبقا للشريعة او الاحكام الشرعية. يبقى اذا لما نيجي نربط الحتة دي بخصائص الحضارة الإسلامية، الخصائص اللي احنا رجعنا عليها في بداية الحصة، هنلاقيها هي ايه؟ هنلاقيها هي الخاصية الأخلاقية. من الحضارة الإسلامية تتميز بالأخلاقية لأنها بتستند إلى القرآن وإيه؟ والسنة في القضاء. تمام كده يا شباب؟ طيب نشوف مع بعض كده أنواع القضاء. أنواع القضاء، ده أنا جاه عندي هنا أنواع من القضاء زي قاضي الجند وقاضي أهل الإيه؟ أهل الذمة. يعني إذا هنتطرق لنقطة جديدة وهي التخصص في القضاء، حيث حرص الخلفاء على إيجاد قضاء متخصص. طبعا يا شباب كل ما كان فيه تخصص كل ما كان علشان يحقق العدالة. طيب نشوف مع بعض كده حتة مهمة قبل ما ندخل على الشرطة، عايزة افهمكم حاجة اللي هي قاضي الجند اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. قاضي الجند ده اول من عينه الخليفة العباسي المهدي. طيب معنى كده ان انا اقدر اقول ان قاضي الجند ظهر في العهد هل الراشدين ولا الامويين ولا العباسيين؟ طبعا يبقى هنا العباسيين. طيب دي نقطة. النقطة التانية، قاضي الجند يا اقدر او اوصف قاضي الجند بانه نوع من القضاء الايه؟ من القضاء العسكري. يبقى قضاء عسكري لانه بيختص بالجند، الجنود، يبقى هنا ده اسمه قضاء عسكري. طيب هنا قاضي اهل الذمه، ايه حكايه قاضي اهل الذمه؟ قاضي اهل الذمه للفصل في المنازعات بين اهل الدين الواحد، بين اهل الدين الواحد. طبعا هنا تعدد هذا المنصب في ولايات الاندلس. اشمعنى الاندلس؟ طبعا الاندلس دي المسلمين كانوا فاتحينها لكثره المستعربين هناك، فكان لابد من قضاء خاصة بهؤلاء المستعربين لضمان تحقيق العدالة. يبقى هنا يا شباب نستنتج مدى حرص الإسلام على تحقيق العدالة ومبدأ المواطنة، كله سواسية، كله مواطنين داخل الدولة الإسلامية يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات. يبقى قاضي أهل الذمة النواتج التعلم اللي نستخرجها منها هي حتة حرص الإسلام على مبدأ المواطنة وتحقيق العدالة. طيب ممكن نربطها بإحدى خصائص الحضارة الإسلامية؟ هنقول عليها التنوع. يبقى خاصية من خصائص الحضارة الإسلامية هنا في الحتة دي هي خاصية التنوع. يبقى أنا عندي دلوقتي بدأ الاهتمام بالأقليات في الدولة الإسلامية وتخصيص نظام تشريعي خاص بهم لأول مرة في عهد مين؟ في عهد الدولة العباسية. طب نواتج التعلم هنا؟ نواتج التعلم مدى حرص الإسلام على مبدأ المواطنة، يعني كل واحد في الدولة الإسلامية سواء كان مسلم أو غير مسلم له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، ودي اسمها مبدأ المواطنة. والناتج الثاني هو إن هم عملوا قضاء أهل الذمة لتحقيق العدالة. كنا قلنا لو ربطنا الصفة دي اللي احنا قلنا عليها مبدأ المواطنة والحتة بتاعت قضاء المتخصصين دول ربطناها بإحدى خصائص الحضارة الإسلامية، قلنا هتبقى الخاصية بتاعت التنوع، لأن احنا قلنا التنوع بتاع الدولة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية متنوعة
وفيها عناصر كتيرة متنوعة، أعراق كتير ولغات كتير وثقافات كتيرة. فكانت الحضارة الإسلامية تتميز بتحقيق التعايش مع الآخرين من غير ما تهمش حد فيهم أو تخليه ملوش أهمية، اللي هي بتبعد عن التعصب، ده اسمه التنوع. يبقى إذا لما أجي أتكلم وأقول حرصت الدولة الإسلامية على الاهتمام بالأقليات وتأسيس قضاة خاصين بيهم، يبقى ده إحدى خصائص الحضارة الإسلامية، وهي إيه؟ وهي التنوع. ندخل بعد كده في الايه الشرطة. بالنسبة لنظام الشرطة، لو جينا نتكلم عنه، طبعا الشرطة دي مهمة جدا سواء كان في الدول الإسلامية أو دلوقتي حاليا. نظام الشرطة طبعا ده مجموعة من الجند بيعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في حفظ الأمن والنظام والقبض على الجناة والمفسدين، بما يحقق سلامة المجتمع وأمن الايه وأمن المجتمع. يبقى إذن الشرطة دي وظيفة من الوظائف المهمة في الدولة الإسلامية. طيب متى عرف المسلمون نظام الشرطة؟ عرف المسلمون نظام الشرطة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. طيب أنا عايزة دلوقتي أعرف، لما أقول إن الشرطة مجموعة من الجند الخليفة أو الوالي بيعتمد عليهم في حفظ الأمن والنظام والقبض على الجناة والمفسدين، يبقى أنا هنا حققت هنا إيه؟ حقق السلام الداخلي للمجتمع، تحقيق الاستقرار للإيه؟ للمجتمع، تحقيق الأمن العام للمجتمع، تمام؟ لأن الشرطة حاجة والجيش حاجة تانية، والاتنين بيكملوا بعض، بس الشرطة بتحقق الأمن الداخلي والجيش هيحقق الأمن الإيه؟ الأمن الخارجي للمجتمع. نشوف مع بعض كده بالنسبة لشروط صاحب الشرطة. يعني ايه شروط صاحب الشرطة؟ يعني احنا كل ما بنيجي نتكلم مثلا على القاضي، قلنا ان لازم يتميز بمجموعة من الصفات متوفرة فيه عشان نعينه قاضي. طيب عشان يبقى انا اعين حد صاحب شرطة، يعني يبقى شرطي، المفروض ان هو له صفات خاصة بيه برضه؟ لازم يتميز بالذكاء، يكون عنده عقل رصين كده بيعرف يفكر كويس قوي، ويكون شجاع، ويكون أخلاقه فيها نزاهة في سلوكياته، يعني يكون إنسان نظيف اليد، وسياسي بارع، سياسي بارع. الله، طيب هو ليه صاحب الشرطة شرط من شروط تعيينه إنه يكون سياسي بارع؟ هو شرطي ولا سياسي بيحكم عشان نقول لازم يكون سياسي بارع؟ لأن كتير قوي كتير من الأوقات كان بينوب عن الوالي في إدارة حكم الولاية لو كان الوالي مش موجود في الوقت ده، الوالي مثلا سافر عنده مهمة مش موجود في الولاية بتاعته، فكان بيعين بدل منه في حكم الولاية على ما يرجع صاحب الشرطة. يبقى إذن لابد أن يتمتع بصفة تانية غير الصفة الأمنية، وهي أن يكون سياسي بارع. تمام يا شباب؟ نشوف مع بعض كده الحتة اللي هي وظيفة مين أو مهام الشرطة. استتباب الأمن، وإن هو يقبض على اللصوص والمفسدين. ما هو لما يقبض على اللصوص والمفسدين هتنتشر الإيه؟ هتنتشر في المجتمع إيه؟ حتة الإيه؟ الأمان. طيب المحافظة على الآداب العامة، إن هو ينيب عن الوالي في الصلاة وتوزيع الأعطيات، تنفيذ الأحكام الصادرة على أصحابها وإقامة الحدود على العصاة والمجرمين، حماية الخلفاء والولاة ضد مناوئيهم في الداخل. طبعا المناوئين اللي هم بيبقوا إيه؟ بنسميهم الناس اللي هم ضد الخلفاء والولاة، حفظ الأصوات ومساعدة المحتسب في أداء عمله. طيب تعال نطلع كده منها نواتج تعلم. لما أقول إن مهام واجبات صاحب الشرطة أو الشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة، فدام قلت تنفيذ الأحكام الصادرة يبقى هنا تمثلت في السلطة التنفيذية، يبقى الناس دي تمتلك سلطة إيه؟ سلطة تنفيذية. طيب لما أقول حماية الخلفاء والولاة بتوع الأمصار، يبقى هنا عشان يعمل إيه؟ طبعا هنا لما يحمي الخلفاء والولاة بتوع الولايات، يبقى حقق الاستقرار السياسي اللي هو يمنع قيام انقلابات او ثورات او غيره على الحكام اللي هم سواء كانوا ولاة او الايه الخلفاء، يبقى تحقيق الاستقرار السياسي. يبقى اذا في النهايه زي ما انا قلت لكم قبل كده، ان مهام الشرطه هي تحقيق الامن العام او تحقيق الامن الداخلي في المجتمع. طيب ده بالنسبه للشرطه.
نشوف الجيش والبحرية الإسلامية. بالنسبة للجيش، طبعا الجيش النبي عليه الصلاة والسلام كنا خدنا في الترم الأول تأسيسه للجيش بعد هجرته للمدينة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى لجيش المسلمين. طب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي طبعا بقى فيه تعدد في الجيوش وبقى فيه فتوحات إسلامية والدولة اتسعت أكتر، فبقى صعب جدا على الخليفة إنه يقوم بمهمة القيادة بنفسه. فلجأ هنا بقى لإيه؟ لجأ هنا بقى إن هو يبقى فيه قوات تانيين لإيه؟ للجيش مع بعد الخليفة، يعني غير الخليفة. يبقى إذن هنا نتيجة اتساع الدولة الإسلامية كان لابد إن هم يستعينوا بقادة للجيش. فتم إسناد قيادة الجيش لمن عرف بالشجاعة والنجدة والإقدام والحزم وحسن التدبير، وكانت الطاعة واجبة للقوات. القوات دول طبعا كانوا بيبقى عندهم حتة الإحساس والاطمئنان على الجند بتاعهم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصي القادة بحسن معاملة الجنود، وكان القائد كان بيدرب جنوده وبيحسن من معاملته للجيش بتاعه علشان يحسهم على القتال بشجاعة ضد الأعداء. طيب نشوف مع بعض كده أهداف إيه؟ أهداف الجيش. هو الجيش اتعمل ليه؟ الجيش اتعمل علشان يحقق هدفين، هدف ديني وهو نشر الدعوة الإسلامية، وهدف عسكري اللي هو حماية الدولة الإسلامية. تمام؟ يبقى أنا عندي الجيش هدفه ديني وهدفه عسكري. تمام يا شباب؟ طيب لو جيت أشوف بقى في عهد الأمويين، لما أجي أبص هلاقي إن عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان هو اللي حول التجنيد في الجيش إلى تجنيد إجباري. ليه عمل تجنيد إجباري؟ ليه؟ لأن كان المسلمين هنا بدأوا يتقاعسوا عن الحرب وينشغلوا بالحرف والمهن المختلفة. طب إيه أسلحة الجيش؟ أسلحة خفيفة زي السيوف والرماح والأقواس والدروع، وأسلحة تقيلة زي المنجنيق والنار الإغريقية والمواد الحرجة. نشوف مع بعض كده البحرية الإسلامية. لما أشوف بقى البحرية الإسلامية، يعني إيه البحرية؟ اللي هو الأسطول. ده طبعاً نشأة الأسطول ده في عهد الخليفة عثمان بن عفان عشان يحمي الدولة في حدودها البحرية. طيب الأسطول ده معمول مخصوص عشان خطر موجود للدولة الإسلامية من أول الراشدين، ده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من أيام النبي والراشدين والأمويين والعباسيين، هو خطر واحد مشترك في كل هذه العصور، هو خطر البيزنطيين. يبقى البحرية معمولة مخصوص أو الأسطول معمول مخصوص لصد هجمات البيزنطيين. طبعا يا شباب معاوية بن أبي سفيان كان والي على الشام، هو اللي اقترح على الخليفة عثمان بن عفان بنشأة الإيه البحرية، لأن البيزنطيين كانوا مشهورين بأن عندهم أسطول قوي، فكان لابد أن المسلمين يبقى عندهم برضو أسطول علشان لما البيزنطيين يجونا يهاجمونا من ناحية البحر نقدر أن احنا نرد هذا الاعتداء. طيب أشهر المعارك اللي شفناها في عهد الخليفة عثمان بن عفان، معركة لما كان بيفتح قبرص سنة 28 هجرية، ومعركة ذات الصواري البحرية. نشوف مع بعض كده إن المسلمين بدأوا يهتموا بإنشاء دور لصناعة السفن للأسطول في جزيرة الروضة وفي الشام وتونس والأندلس. صلاح الدين بقى، ندخل بقى هنا بقى إيه ده في حتة تانية خالص، اللي هي الدول اللي إحنا شفناها صلاح الدين الأيوبي في الحصص اللي فاتت لما كان بيحارب الصليبيين، ده عدو بقى تاني أهو. فصلاح الدين الأيوبي، الدولة الأيوبية، اهتم بأن هو ينشئ أسطول خاص بمصر علشان يواجه بيها الصليبيين. وعطينا مثال على كده حسام الدين لؤلؤ لما خرج بالأسطول من مصر عشان يحمي سواحل بلاد الشام عشان يمنع وصول إمدادات الصليبيين اللي جاية لهم من الغرب، اللي هي على وجه التحديد سواء جاية من غرب أوروبا أو جاية من قبرص. طيب أنا عندي دلوقتي خدنا دور الدولة الأيوبية أو في عصر الدولة الأيوبية واهتمام صلاح الدين بالأسطول عشان مين؟ عشان خطر الصليبيين. يبقى أنا عندي دلوقتي من عهد الدولة الإسلامية في عهد الراشدين ومن بعدهم الأمويين والعباسيين كان في خطر اللي هو الخطر البيزنطي. بعد كده لما جينا نتكلم على الدولة الأيوبية روحنا داخلين في خطر جديد وهو خطر الصليبيين. نشوف في عهد الدولة المملوكية اللي جت
اللي جت بعد صلاح الدين الأيوبي أو جت بعد الدولة الأيوبية. طبعا هنا المماليك كانوا لابد إن هم أيضا يهتموا بالأسطول، وأيضا الأسطول المصري على وجه التحديد، لأن هنا طبعا العدو كان لسه موجود اللي هو الخطر الصليبي. فالظاهر بيبرس اهتم بصناعة السفن اللي يعني عمل لها دور لصناعة السفن في الفسطاط وجزيرة الروضة والإسكندرية ودمياط. انتم ملاحظين هنا ان كل مراكز صناعة السفن موجودة فين؟ موجودة على الساحل، ساحل البحر المتوسط. طيب انا عندي هنا ساحل البحر المتوسط ده طبعا اللي هو سواء كان الساحل الشرقي اللي هي عند بلاد الشام، او الساحل اللي بتطل على مين؟ اللي بتطل عليه مصر في البحر المتوسط. فده كان الاسطول ده بيحمي بلاد الشام وبيحمي مصر من الخطر من الخطر الصليبي. كده يا شباب الدرس بتاعنا الشرح خلص، تعال نطبق باسئله عشان نشوف مدى استيعابنا. نبدا بالسؤال الاول، العلاقة بين ديوان البريد وديوان الرسائل والإنشاء علاقة إيه؟ هل علاقة تكاملية ولا تشابه بينهم ولا تضاد ولا تنافر؟ طبعا العلاقة هنا علاقة إيه؟ علاقة تكامل مع بعضها. ظهرت سمة التخصص في أي من الوظائف الإسلامية الآتية؟ التخصص، هل التخصص ده ظهر في وظيفة الخليفة ولا الجندي ولا القاضي ولا الشرطي؟ طبعا إحنا شفنا التخصص ظهر في وظيفة القاضي لما قلنا قاضي الجند وقاضي أهل الذمة. يعد عصر الرسول في عهد النبي بدأ إسناد قيادة الجيش إلى قادة آخرين غير الخليفة، ويرجع ده لإزالة مهام الخليفة لإيه؟ يعني إحنا في عهد الرسول كان الرسول هو اللي بيقود الجيش، وبعد كده بقى فيه قادة للجيش، وخصوصا في عهد الراشدين. طيب ليه بقى الخليفة عين قائد للجيش؟ طبعا علشان مهام الخليفة الإدارية بدأت تبقى تبقى زيادة. السؤال اللي بعد كده، وجه الاختلاف والتميز الحضارة الإسلامية، ده طبعا ده سؤال بقى من الحصة اللي فاتت. وجه الاختلاف والتميز الحضارة الإسلامية عن باقي الحضارات السابقة واللاحقة، يعني الحضارة الإسلامية هي بتتميز في صفاتها عن الحضارات اللي جت قبلها واللي هتيجي بعدها، بالتدين ولا بالاستمرارية ولا بالأصالة ولا بمكارم الأخلاق؟ طبعا هنا بتتميز بمكارم الأخلاق لأنها بتعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية. ظهر عدم الفصل بين السلطات في النظام السياسي والإداري في الدول الإسلامية خلال منصب، عدم الفصل، خلي بالكوا السؤال بيقول عدم الفصل بين السلطات في النظام السياسي والإداري. طبعا هنا مين؟ منصب الوالي، لأنه بيجمع في يده جميع السلطات ما عدا منصب القضاء، ده الحاجة الوحيدة اللي ما كانش بيتولاها. يعد الخليفة في النظام الإسلامي رئيس السلطة التشريعية التنفيذية القضائية الدستورية. طبعا هنا رئيس السلطة التنفيذية. أي من العناصر السياسية الآتية لم يرتبط ظهوره باتساع رقعة الدولة الإسلامية؟ السؤال ده حلو قوي يا شباب، تعالوا كده مع بعض نفتكر مع بعض. منصب الوزير نشأ طبعا نتيجة اتساع الدولة الإسلامية، فأصبحت مهام الخليفة كتيرة عليه فلازم يبقى في وزير. الوالي لما اتسعت الدولة الإسلامية أصبح إن الخليفة ما يقدرش هو في مركز الحكم يقدر يتابع كل الولايات فعمل الوالي. الدواوين نفس الشيء، نتيجة اتساع الدولة الإسلامية فلازم شؤون الدولة بقت كتيرة فلازم ننظمها فلازم ننشئ الدواوين. يبقى انتم ملاحظين ان كل الوزارات الوالي الدواوين كلها ارتبطت باتساع الدولة الإسلامية ما عدا منصب الخلافة، ده كان منصب زي ما قلت لكم في بداية الحصة مستحدث، يعني ده وليد الدولة الإسلامية. من دواوين الحكم في الدولة الإسلامية وكان يرتبط عمله بالأمور الاقتصادية ديوان الخاتم اللي هو خاص بسرية الرسائل، ولا ديوان الرسائل اللي هو كان اللي بيودوا الرسائل وبيوصلوها، ولا الخراج ولا البريد؟ طبعا من عندي هنا ديوان الخراج اللي هو مرتبط بالأرض الزراعية أو بالضريبة اللي على الأرض الزراعية. كان للشرطة دور سياسي في استقرار الأوضاع السياسية للدولة الإسلامية من خلال دور سياسي، خلي بالكم إنه بيحدد لك الشرطة كان لها دور سياسي. هل دورها السياسي تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحابها؟ لا، احنا قلنا دي سلطة تنفيذية. حماية الخلفاء وولاة الأمصار ضد مناوئيهم؟ أعتقد من غير ما نكمل بقية الإجابات اللي هي مساعدة الجيش ضد أعداء الدولة أو حفظ الأسواق، هي رقم ب حماية الخلفاء، ده هنا دور سياسي، دور سياسي. أول استخدام للأسطول البحري الإسلامي عسكرياً تم في عهد مين؟ الخلفاء الراشدين ولا الامويين ولا العباس الاول ولا العباس الثاني؟ طبعا هنا احنا قلنا معاويه بن ابي سفيان اللي في عهد الخليفه عثمان بن عفان، يبقى الخلفاء الراشدين.
اتسمت اهداف المسلمين من تكوين الجيش في الدوله الاسلاميه بالسنه. ايوه، لما انا شرحت لكم قلت لكم الجيش اهدافه كانت من هدفين: هدف نشر الدين الاسلامي وحمايه الدوله الاسلاميه. يبقى طبعا هو الدينيه والعسكريه. بدأ الاهتمام بالأقليات في الدولة الإسلامية وتخصيص نظام تشريعي خاص بهم لأول مرة في عهد مين؟ الأقليات، النبي ولا الخلفاء الراشدين ولا الدولة العباسية ولا الدولة الأموية؟ طبعا الدولة العباسية لما قلنا الخليفة المهدي. العلاقة بين تأسيس بيبرس للبحرية المملوكية ومواجهة الخطر الصليبي، علاقة تنافرية سببية طردية تناظرية. بيبرس لما اهتم بالبحرية المملوكية عشان يواجه الخطر الصليبي، يبقى ده بسبب ده، يبقى دي علاقة ايه؟ علاقة سببية. ظهرت الهيئات القضائية العسكرية في الدولة الإسلامية لأول مرة في عهد النبي، الخلفاء الراشدين، الدولة العباسية، الدولة الأموية. هيئة قضائية عسكرية طبعا في الدولة الايه؟ الدولة العباسية اللي هو قاضي البند. تتشابه مهام الجيش في الدولة الإسلامية مع مهام الجيوش الحديثة، إلا أنها تختلف في مهمة واحدة. هي الجيش بتاع الدولة الإسلامية مهمته نفس مهمة الجيوش دلوقتي، إلا أنها تختلف. الجيش إيه؟ مهام الجيش في الدولة الإسلامية تختلف في مهمة واحدة: هل صد هجمات المعتدين، الحفاظ على كيان الدولة، حماية ثروات البلاد، حماية الدولة من الناحية الدينية. طبعا هي رقم د، حماية الدولة من الناحية الدينية. إحدى الدول التي شكلت خطرا من ناحية البحر على الدولة الإسلامية ودفعت المسلمين لإنشاء أسطول بحري. خلوا بالكم يا شباب، دفعت المسلمين لإنشاء أسطول بحري، يبقى ده أول خطر واجه المسلمين. طبعا هو الخطر الدولة الإيه؟ الدولة البيزنطية. بكده انتهت حصتنا، نستودعكم في حفظ الله مع وعد بلقاء جديد حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.